من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي في برنامج فتاوى في هذا الشهر الفضيل بصحبة الشيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك شيخنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا. وأرحب بالسادة المشاهدين، فمن منا لا يسعى لاغتنام الحسنات في شهر رمضان حتى يكون ممن يشملهم الله برحمته ويعفو عنهم ويعتقهم من النار؟ فشهر رمضان ضيف عزيز كريم يهل علينا بروح خاشعة زاكية وبرحماته. إنه شهر القرآن، شهر الصيام، شهر الإحسان، إنه شهر العتق من النيران. ها هي أيام الرحمة تمضي، والأيام العشر الأولى من رمضان، وقد هلت تباشير المغفرة، الثلث الأوسط من هذا الشهر الكريم. ومن بعد الرحمة والمغفرة، فهل نفوز بالعتق من النار؟ ماذا أعددنا وكيف نفوز؟ الرحمة والمغفرة والعتق من النار هي مبتغى الصائمين دائما. نحاول في هذه الحلقة من هذا البرنامج أن نتحدث عن هذا الموسم العظيم، موسم شهر رمضان المعظم والأعمال الصالحات فيه. شيخنا مرة أخرى أرحب بك، وماذا أنت قائل بهذا المعنى وهذا المضمون، أيام الرحمة والمغفرة والعتق من النار؟ بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذل يتعرض في هذا الشهر لرحمة الله. ولذلك عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. يبقى هنا ده انت دار ربنا يرحمك، ارحم الصغير ده، الصغير اليتيم، حتى الحيوان الصغير ده لما ترحم ربنا يرحمك. وكما برضو يعني جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يبقى أنت دار ربنا يرحمك، أرحم بقى الضعيف المسكين، وخاصة النساء، الأطفال، الأيتام، حتى الحيوانات الصغيرة. الزول لما يرحمه يعطب عليها أن ربنا يرحمه. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله، يعني بسبب رحمة أودعها الله تعالى في قلبك يا محمد، كنت لين الجانب تعامل الناس برحمة وبشفقة وبحنية وبعطف، عشان كده حبوك وساروا في طريقك ودخلوا في دينك أفواجا. ولو كنت فظ القلب، غليظ القلب، طائيا في الطبع، تعامل الناس بقسوة وشدة كان فر من حولك. يبقى لأيدي سنة من رب اللي نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي آية تانية قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى نحن نتعرض لأنه رأى الجزاء من جنس العمل. ترحم ربنا يرحمك، الراحمون يرحمهم الرحمن، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة يعني نحن في هذا الشهر الكريم نتعاطف مع بعضنا بعضا. وفي ناس إخوانا من مسلمين ربنا بس عليهم في الرزق، عندهم مليارات، يبقى في الشهر الكريم ده أعطف عليه حتى لأرحامكم أول شيء، لأنه الصدق على ذوي الرحم صلة وصلة وصدقة. أي الأرحام أقاربك، شو أقاربك المحتاجين، محتاجين لك سوية، محتاجين، خلاص المدارس حتفتح، هاي التعليم بقى التعليم الأهلي داخل مكانة كبيرة ومحتاج لي مصاريف، ساهم، ساعد أخوانك هنا، أرحامك ديل أدفع لهم مصاريف المدرسة، أدفع لهم كسوة العيد، ده كله ربنا سبحانه وتعالى يرحمك ويخلف ليك ويبارك ليك، لأن ربنا وعده حق. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أي نبقى نتراحم ونتعاطف في هذا الشهر الكريم، ربنا يرحم. طبعا القلوب كلها سواسية، يعني الناس كلهم ربنا أداهم قلبي، يجب أن يكون هذا القلب عطوفا على الآخرين. كيف القلب هذا يكتسب الرحمة؟ نعرف أن الواحد لو لقى يتيم وسع على شعره كيف حتى في رجل شكل للرسول، شكى إلى رسول قسوة قلبه، قال: يا رسول الله، أن قلبي قاسي عنيف،
قال له امسح رأس اليتيم واطعم المسكين، امسح رأس اليتيم واطعم المسكين، قلبك يلين. هاي يبقى في الدار زويل بيعطب على المسكين ده ويرحم المسكين ده، ربنا يلين قلبه. وفي قصة طريفة يعني في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر له، رواه البخاري ومسلم. معنى الحديث امرأة بغية، بغية معناته عاهر، زانية، واقفة في بيته هناك في بير، شافت لها كلب من شدة العطش يلف حول البير وما لسان من شدة العطش، حند عليه، دخلت بيته شالت الدلو مشت البير، نزلت البير شالت الموية، كرت الكلب، شوف الكلب شطك شطك طيب شرب، رفن غفر لها ذنوب الفاحش. سبحان إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقعها وغفر له. سبحان الله. آي سبحان الله. برضه نستصحب معنا شيخنا الآية الكريمة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني دي قيمة برضه المفروض الناس ياخذوها معهم في هذا الموسم. طبعا هدى للناس، القرآن هادي وشافي، وننزل من القرآن ما هو شفاء أي ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هادي للطريق المستقيم وشافي من أخطر أمراض القلوب، أمراض القلوب اللي هي الكفر الشرك الإلحاد النفاق الرياء، دي أمراض خطرة تصيب القلب تضيعه وتعمل القلب. هل بينور القلب ويشفي من الأمراض دي شنو؟ القرآن الكريم. زول كتر من قراءة القرآن عساب تلاحظ، يعني ما ندر تلقى ليه زول حفظ القرآن ويعني تلقاه قلبه غاسي حاسد والله بيظلم الناس. أي. عشان كده الناس مواصلة الأعمال الصالحة يا شيخنا هي بتعالج القلوب. نعم. مواصلة الأعمال الصالحة وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الصلوات. أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني كيف الإنسان يجدد إيمانه؟ تجديد الإيمان بشنو؟ تجديد الإيمان بالعمل الصالح ومساعدة الأيتام والأرامل والمساكين، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقي الله فتجاوز عنه. معنى الحديث زور كان بيعطف تاجر يساعد يدين ده ويدين ده، بعد يجيب لنا ويدي ده يجيب لنا، بعدك يقوم يرسل ولده، ولده مش يجيب لنا القروش الدارينا من الناس. الولد والمدار يتحرك يقول له: تعال يا ولدي، لو لقيت ليك زول من الناس ان احنا دارين منه قروش معسر عاجز عن سداد الدين اتصرف معاه، لقيته مسكين اعفي له الدين، لقيته شايل حيله شوي اخل الدين، ونحن نعمل كده ليه يا ولدي؟ عشان لما نقابل ربنا بعد الموت يسامحنا زي ما بنسامح الارحال الناس عبيده. اهل الرسول عليه الصلاه والسلام قال: فلقي الله فتجاوز عنه. زول ده مات ربنا تجاوز عن سيئاته. سبحان الله. سبحان الله. طيب كيف نتعرض للمغفرة في هذا الشهر الكريم؟ نحن بنقول انه ايام في ايام مغفرة وفي ايام رحمة وفي ايام عتق من النار. كيف نتعرض للمغفرة من الله سبحانه وتعالى؟ نتعرض اول حاجة الناس المتخاصمين ديل يصالح، ونحن نجتهد لقينا جيراننا ارحامنا ننزع لانين من بعض، ما نقعد نتكلم فوق ان فلان متخاصمين ومتقاطعين، لا نتحرك نختار ولينا لقنا من اربع خمسة انفار يمشي للناس ديل يجمعوهم مع بعض، ولا حد دايرين كتيب في بيت فلان، هو اصلاح ذات البين، اصلاح ذات البين، الصلح بين الناس، ده منزل عالي جدا لكن الناس ما مهمشينه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وجعلنا بالدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بأفضلي من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يعني بيّن لنا أفضل الأعمال من صيام التطوع، من صدق التطوع، صدق التطوع، إنك تقوم تصلح بين الناس المتخاصمين. زول زوجته هجرت بيتها وجاد قاعد عندها لها،
هيكون لك لجنة يا ديل جيرانك ديل قرايبك أمش حقق معاهم أصلح بيناتهم. الصلح بينات ده منزل عالية أي بعدك عسى كمان وفساد ذات البيت كمان اللي يفسد بين الأحبة ويفرق بين الأحبة ده كمان وقعته صعبة يوم القيامة وخاصة في الزمن ده التلفونات اللي بشخيتوها دي تلقى زول كده يتصل بالزوجة زول يتونس معاها بكده لقى تلفونها وين يتكلم معاها يتعمل فتنة بينها بين زوجها زوجها يلقى زول ده تعرفين من وين ما عندها ذنب ولا شيء مسكينة بريئة لكن زول ده قصد يعمل فتنة عشان يفرق بيناتهم هذا يوم الغيم رب يفضح بين الأولين والآخرين ويدخل نار جهنم تنجط فيها ذين أي عقوبة ليه لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما الدعاء في هذا الشهر اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. كيف هو العتق وكيف يصل الإنسان لهذه المرحلة؟ الزول يدعو كمان يطبق على الذكر بتاع العتق في ذكر العتق من النار. يعني أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل رواه البخاري ومسلم. يعني زول قال الذكر ده ثوابه زي ثواب اللي قاله 4 أنفار من أشراف العرب من ذرية النبي إسماعيل مدخلهم في سجن تحت الوضع 100 متر وقام اشتراهم بحرمان واشتراهم بدولارات غالي جدا بعد ما اشتراهم خلاص دوشة البحث انه دول نزل الازوق قال لهم امشوا انت حرين لوجه الله. شوف العمل ده عمل ما ساهل زول يحتاج له 4 أنفار مملوكين مأسورين ما يشتريهم بمال ثقيل ويدفع الفدية بتاعهم ويقول لهم امشوا لأهلكم ده زول ساهل والعمل بسيط والأجر اللي بال الذكر ده 10 مرات تفيد له الثواب ده أشوف النعمة سبحان الله. هو زي ما قلت الإنسان كيف يعرف يصل إلى الأذكار الإنسان كيف يصل إلى الأذكار دي وطبعا بيجي بالعلم يا شيخنا الإنسان لازم يتعرض إلى الدروس إلى نحن أصلا تكلمنا في الرحمة لأن كمان نشوف العقوبة تحت القسوة أيوة كمان الزول ما يكون قاسي القلب جافي الطبيعي ربنا ما بيحب الناس المتكبرين القلوب القاسية لا فيهم الشفقة لا فيهم الرحمة ولذلك يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عزبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت رواه البخاري ومسلم. معنى الحديث إنما رأى في الأمم السابقة عندها كديسي الكديسي دقيته يا شلت منه سوي سيوي يا ختفت منه حتة لحيم بدل ما تنهار تطردها قامت استدرجتها دخلتها في صندوق وطبلت الصندوق فضل الكديس نيام نيم تكورك لا أطعمته ولا سقته ولا كمان فتحت لها الباب قالت لهم شكوس رزقي بطريقي فضلت حبسها لغاية الكديس دي ما ماتت بالجوع والعطش. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا إنه المرأة دي يوم القيامة حتدخل نار جهنم بسبب شنو؟ بسبب تعذيب الكديس دي بسبب تعذيب الكديس. كده نرجع لموضوع ثاني نرجع له وشرحه أكتر لما معنا حذيفة من المناجل. مرحبا يا حذيفة. الله أكرم. أهلا يا حذيفة مرحبا بك. مرحبا بك تفضل. معليش حذيفة التلفون قطع أتمنى أن نرجع لنا ثاني كده واصل لنا في الموضوع ده لأنه في حقيقة الناس بيأذوا بعض الحيوانات لكن يكون حيوانات ضارة هاي الحيوانات الضارة دي نقتلها كده سريع ولذلك يعني شداد من أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته رواه البخاري مثلا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء الإحسان هو إتقان الشيء إحسان الشيء كتب على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة يعني قتلت لك حيوان مفترس مؤذي أكلته قتل سريع قابلتك عقرب ما تقطع الضنبة وتقول خلاص ما دام قطعت الضنبة حتطوق منه تاني لا حتتعذب وتموت لا أقتله قتل سريع أي دبيب حيوان أي حيوان مؤذي كلب سعران
نكتل كتل سريع نريح. نعم نعم. هذا كذلك ده في الحيوانات المزية. ما نحرقها بالنار ممنوع. أنا قلنا عقرب نولي أرميها في النار. أقتله بعدك أرميها في النار. خلاص طيب نرجع لموضوع ده لأنه في برضه تفاصيل حسب ما قال لنا أخونا أمير منتج هذا البرنامج. في رحمة الله من ودراوة، مرحبا يا رحمة الله. السلام عليكم والتحية لك أستاذ الساري ومحمد. يا مرحبا بك، تفضل. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى يزعلونك عن الساعة حتى يقول لا تأتيكم إلا بغتة، دايرين شرحي كلمة بغتة دي يعني. الآية شنو؟ يزعلونك عن الساعة إذا عرضت لا تأتيكم إلا بغتة حتى يأتي لقوله سبحانه وتعالى لا تأتيكم إلا بغتة. لا تأتيكم إلا بغتة؟ نعم. داير كلمة بغتة يعني؟ بغتة؟ نعم هاي. معناها؟ نعم معناها هاي. طيب تاني سؤال؟ السؤال الثاني بالنسبة للبيت دول زكاة فطر يعني لشخص آخر، وقام جاب لي بعد يومين ثلاثة وقال لي الزول ده لقيته ما في بعد العيد، الحكم شنو هنا؟ أديته شنو الزول الأول؟ أديته زكاة فطر لشخص آخر. أي عشان يسلمها له يعني؟ أيوه يشكرها له، وقام جاب لي بعد العيد يومين ثلاثة قال لي الزول ده أنا ما لقيته. يا شيخ رحمت الله، زكاة الفطر ولا فدية؟ لا لا زكاة فطر. فطر أيوه. وما لقاو؟ السؤال الثالث. ايوه. بالنسبه للحكم بتاعت الالتهاب بالوريد. ايوه. تفطر ولا لا؟ ايوه بالوريد. جدا جدا شكرا رحمة الله. تلفون الشيخ لو سمحت يعني. خلاص ان شاء الله بعد ما تخلص مكالمتك دي في الكنترول يدوك الرقم بتاع الشيخ ان شاء الله مع المنتج. شكرا لك يا رحمة الله. قال في الايه ذكر انه الساعة تأتيكم بغتة. أي اللي هو يوم القيامة. تجي بغتة يعني فجأة الناس يأتي. كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني الغيامة زي رمشة العين الغيامة تقول. أي وإن سيدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. يعني والغيابة في أقل من رمشة العين ربنا يجمع الخلق دي مما ربنا خلق أبونا آدم. لقيت يوم الغيام يجمع في مكان واحد. هذه سرعة غيام الساعة. نعم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني بكذا رمشة العين الناس يجتمع في أرض المحشر. دي يوم الغيام. هي المباغتة عندنا معروفة في اللغة يعني. ولها أتيت يعني سرعة. أي مباغتة يعني أزول جيته كده سريع وبدون مقدمات يعني. أي. طيب بيتكلم عن زكاة الفطر تقريبا قال ديت الزول عشان يسلم للشخص ولقاه ما في. أيوه. وكان دي بعد العيد يعني بعد ما العيد يعني خلاص الناس خلاص معليش ما يحفظ لي يديها بعد العيد. بس يضرب لي تلميذ يقول لي عندك مبلغ كده جايك من كده نحفظ لك نديك بعد العيد. اذا كان غايب. ايوه. واخونا رحمه الله برضه بيتكلم عن الحقنه اللي بالوريد. هل هي في فيها يعني فيها شبهه لان الحقن بتاع الوريد زي الدريب. زول لما يدو حقنه في الوريد بتروق ليه؟ زول عنده ضعف عنده فقر دم. الدريب كذلك. هنا بعض العلماء قالوا الدريب والحقنه دي فيها قد تفطر، وبعضهم قالوا الشيء اللي بيفطر بيدخل بالقشم ليوصل البطن. ودي ما بتدخل بواسطه الخشم في الجسم لكن بتروق الزول. عشان كده فيها شبهة. قال دايما الزول في العبادة يبتعد من الشبهات. من اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه. نعم. طيب نرجع لموضوعنا هو قتل بعض الحيوانات. أيوة والحشرات المؤذية. الحشرات المؤذية دي نقتلها قتل سريع ما نعذبها وما نحرقها بالنار ونقتلها قتل سريع. أما الحيوانات اللي نطبحها ناكل لحمها لابد الزول قبل ما يطبح الخروف يتأكد إنه السكين سنينة يمسك الخروف بالحرج البيان بسم الله الله أكبر يجرب الثاني يزحل برا يجيب بعيد. في بعض الناس ذبح الخروف ولسه يرفرز يقوم يكسر الرقبة. تعذيب للحيوان. يقطع العرقوب على التعذيب للحيوان. لا لسه الروح ما طلعت لأنه لسه بيتألم. يقول الحل دي انت زح بعيد لغاية ما يرفرز الدم مر خلاص الروح طلعت بقى لحم. يعني كده تقطع العروق تعمل زي ما داير. طيب قتل النمل والذباب وكده والبعوض. ايوه برضه دي عندنا جاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان نمله قرصت نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقت
فأوحى الله إليه: أفي أنقرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ رواه البخاري ومسلم. معنى الحديث: من أتبع الأنبياء السابقين نبي. نعم. من الأنبياء السابقين ماشي مع حاشيته مع حرسه مع أصحابه، جاء نزل في ظل شدرة، جاتنا ملاي عضة النبي ده طوال التعليمات: طلعوا عفشكم تحت الشدر، طلعوا عفشكم، جيبوا الوقود، حرقوا النمل ده. ربنا تبارك وتعالى أوحى له: أفي أنقرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ يعني معنى الحديث: يا نبي، عشان نملاي واحدة قضت عضتك تقوم تهلك النمل ده كله، تحرقه، والنمل ده ما أمه كان بيسبح الله ينزه الله. ولذلك العلماء قالوا يعني كان في شرع النبي ده يجوز الحراق بالنار، لكن في شريعة الإسلام لا يجوز الإحراق بالنار. ربنا عاتبه ما بالإحراق، عاتبه بالزيادة. يعني كان تمسك النملاي دي يقول: فتشوا لي النملاي دي، قبضوها جابوها لك تعاقبة لين عضتك، لكن انت النملاي دي ما جبت خبرها، حركت النملة. ده معنى الحديث. يعني بقى هنا ده، ولذلك الإمام النووي قال يعني في شريعة الإسلام يحرم الإحراق، لا يعذب بالنار إلا رب النار. أي لكن قتلت الحيوان ورميته بالنار خلاص، لكن الحي ما ترمي بالنار. الآن في ناس بيجيبوا السموم دي وخطوها في بيت النمل مثلا، ولا لا؟ النمل طبعا، النمل هنا ده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه مسلم. رب يعني الشرع نهى عن قتل 4 ذي. النمل معروف، أو الهدهد معروف، النملة والنحلة، النحلة زوبة النحل ممنوع، والصرد اللي هي الطير البومة. والطير البومة دي حكمة ربنا، قصر كبير، قصر يعني صقر كبير، عينه كبير قريب كبيرة خالص من عيون الحيوانات الثانية الطيور الثانية، وقالوا عنده قوة نظر 100 راجل. وشفناه صوروا لينا وهو الشدر فوق الدنيا، ظلام دامس، يشوف الفار في الواقع في الظلام ده، ينزل يشيل الفار يطلع، ما بيطلع بالنهار، يطلع بالليل. هاي اسمها الطين، يقول النسوان يسموها الطير البوم، يتشائم منها النسوان، لكنها غير مؤذية، هي فيها بتصلح لأنها بتاكل الفيران، تعيش على الفيران وتربي جينات على الفيران. الفيران ما مؤذية، في ظلام الليل تشوف الفير تخطب وتمشي. أهدنا الشرع نهى عن قتلها. طيب النمل ده لكن صراحة هو يكون كبير. النمل أنواع، إذا كان النمل في النمل القلاد ده يسموه بلغة الضناجل يسموه الغوريكين. الغوريكين معناته بلغة الضناجل السقى العقرب. دي يعني العقرب تبقى له حبوبته. دي يجوز قتلها. في ناس يسموه الرتيلة. أيوه الرتيلة، ما هي الرتيلة بلغة العصر، لكن هي بلغة الضناجل اسمها الغوريكين. الغوريكين يعني السقى العقرب، يعني العقرب تبقى له حبوبته. أهدي العصراويات داك تطلع من الجحر تعضعض الأطفال. ولذلك انها يعني عضتها حاره جدا ومزعجه، يجوز قتل هذه الغوريكين ده، يجوز لكن ما نحرق بالنار. اما النمل هناك في الحوش عامل جحره شغال، ما نجيب خبر، خليه اشتغل حتى لو دخل في الاكل وخش الاكل. اذا كان جا المطبخ اللي نفتح علبه السكر نلقى فيها النمل، نفتح الرغيف نلقى فيها النمل، نفتح حله اللي نلقى فيها النمل، والحله دي اصبح فسق. نحرق ولكن ما نحرق بالنار، بس نحرق في المطبخ ده. اما الفحوش اللي هناك عم يجحر وشغال يسبح الله ينزه الله ما نحبش، لان كل الكائنات دي تسبح الله. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده. اي كائن حي جماد يسبح بحمد الله، ولكن لا تبقى هنا تسبيحه. طبعا جاءت كمان وسائل جديدة، هو الفليت وفي حاجات كثيرة بشبه النمل والحشرات في الصيدلية. كتلة النمل يعني. أيوة البخاخات دي. أيوة تكون النمل والحشرات والبعوض وكذا. أيوة دي ممكن. أيوة. بس النمل إذا كان مؤذي ما نكتله، لأن نهانا عن قتل النمل. نعم. إلا إذا كان مؤذي. نعم. سنعود إلى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بعد الفاصل، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة الشيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. أرحب بك مرة أخرى شيخنا. وحقيقة نحن نتحدث في هذا الشهر الفضيل عن الرحمات وكيف الإنسان يرحم الناس من البشر ويرحم الحيوانات وحتى الحشرات. كان حديثنا عن قتل بعض الحشرات المؤذية، لكن لاحظنا أنه في بعض الحشرات مثلا زي النمل. في نمل كبار بيكون باني لفترات طويلة جدا جدا في نص الحوش تلقاه ولا جنب الزاوية كذا. يعني كيف الإنسان يتعامل معاه؟ يعني مرات بيكون مؤذي. في الحالة دي ممكن يستخدم عليه الدعاء بتاع الدبايب. مثلا لو في دبيب في البيت، شفت لك دبايب في البيت، ما تقتله طوالي، اديها انذار. الانذار ده لمدة 3 يوم. اذا جن بيرحل، اذا ما رحل بعد 3 يوم يكون حيوان عايته كتله. والانذار اللي هو عندك دبيب في البيت، دبايب في البيت، عقارب في البيت زي النمل النازع، بيكون جن. فممكن تقول له: نسألكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تؤذونا ولا تعتدوا علينا. أرحلوا أرحلوا أرحلوا. بس تدي الإنذار ده بعد 3 يوم، إذا جن يختفي، إذا ما جن تقول له طوال. يعني حتى لو ما شايفه تجي في محله يعني تقول له كلام، خلاص أنت ما تقول جهرة. طبعا أنت بتشوف الحقيقة العيال، بتشوف الدبايب دي في البيت، شوف عقارب في البيت، النمل الكبار اللي في البيت ده مزعج، جاء فجأة بكثرة وماشي وما بتعرف جحر وين ولا بتعرف وين. طوال تدي إنذار. بعد 3 يوم إذا جن بيختفي، إذا ما اختفى بعد 3 يوم كن حشرة مزعجة كده طوال. كده نقول الثاني الكلام. تقول نسألكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تؤذونا ولا تعتدوا علينا. أرحلوا أرحلوا أرحلوا. بس عشان كده خلاص إن شاء الله بإذن تعالى لو هو شيطان زي ما قلت بيمشي. ولو حشرة بعدك هذول يتعامل معها زيها وزي أي حشرات العادية. نعم. الدبايب دي يعني. طيب نحن كيف نحصل البيت حتى الحياة دي ما تخش له؟ التحصين. التحصين بآية الكرسي وقولوا الله واحد المعوذتين والأدعية الماسورة دي، ذول يدعو يسأل ربنا. دي كلها إن شاء الله التحصين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرات في الصباح، 3 مرات في المساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كثير نحن أن هناك المزارعين بيتحصنوا ويتبعوا، تلقى دول العقرب تطلع فوق هدوم وهنا ولا تقدر تهبش. فعلا في ناس متحصنين تحصين تمام. طيب نحضر نتكلم في هذا الشهر الكريم: لله عتقاء من النار. أيوة. وذلك كل ليلة من رمضان. كيف الإنسان يصل هذه الدرجة وتعرض لهذه المرحلة من العتق من النار؟ أيوة. العتق نتعرض لها بأنه نحن نعتق عشان ربنا يعتقنا. كيف؟ وجعنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. رواه مسلم. معناته يا مسلم، لقيت لك زول مملوك اشتريته وقلت له أمشي أنت حر لوجه الله تعالى، ربنا يعتقك من النار. طبعا الزمن ده ما في ناس مملوكين، كل الناس احرار. لا طيب، لكن عندنا البديل. اسال انت الدكتور كتب لك رشيتة بتاع الدخان وكل الدواء ده ما عندنا، لكن عندنا البديل. ادينا البديل. اسال نحن الحديث ده فيه العتق، فضل العتق من النار، لكن ما عندنا العتق، عندنا البديل. البديل اللي هو عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه البخاري ومسلم. يبقى ده البديل. أنت دار في رمضان ده ربنا أعتق من النار، كتر من الذكر ده إن شاء الله. كل ما عدى 10 أنفار ربنا يكتب لك ثواب كأنك أعتقت 4. سبحان الله. طيب معنا صديق. ألو يا صديق. صديق صديق أظن التلفون قطع. ألو مرحب. ايوه معاك يا صديقي، تمام. اهلا وسهلا. الله يديك العافيه على خير. اتفضل يا صديق. نعم. ايوه انا كان عندي اختي صامت من هناك 4 يوم، يبقى لها 3. صامت كم؟ صامت اربع ايام. ايوه نعم. وافطرت الباقي لحد الان فاطره؟
لا عليه كان لا يوجد الدين السنة الفاضلة. ماذا؟ شو ولا حامل ولا مرضع؟ السنة الفاضلة. هي الآن حامل ولا مرضع؟ لا عليه هي كان صامدين وكان في العمرة. والله يا أخي ما سمعتك يا صديق. مع أن لا حامل لا مرضع. لا حامل لا مرضع يا صديق؟ نعم أيوه. أها ليه فطر الطيب؟ السبب شنو؟ الله سلام صامدين قام صامد 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 طيب أنا صامد 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 صامت أول ثلاثة يوم تعبت تعب شديد جدا وفطرت. أنا أقول له البعزولة دي الفطرة دي المرض بتاعها مرض موقت ملاريا نزلة هنا إسهال. إذا كان سبب كده وتعالجت منه تقوم تواصل الصيام بعد العيد تقضي اليوم فطرتها. أما إذا كان مرضها ده مرض مزمن ظهر لها كلى ظهر لها سكري ظهر لها شرايين يبقى دي مرض مزمن يبقى تطعم بدل الصيام لأن المرض المؤقت صاحبه يكمل أما المزمن يطعم. نعم أي. طيب يا شيخنا حقيقة الناس في رمضان بيقولوا الشياطين الشياطين وبيشوف إنه في ناس كتار يعني بيرتكبوا ذنوب صحيح كيف يعني وطبعا احنا عارفين الذنوب من الشياطين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم. يعني رمضان لما يجي تتفتح أبواب الجنان وتتقعد لقلب وقالوا فتح أبواب الجنان حقيقة ابتهاجا بفرحة رمضان وتطلق أبواب النيران بحقيقة لإقبال. التفسير الثاني قال فتح أبواب الجنان قالوا كناية عن لأنه كثرة الناس المعتوقين في هذا الشهر كان أبواب الجنان فتحت باب فتحة واسعة وغلقت الباب النيران قال مكثرة المعتوقين من النار كان أصبحت النار ما عندها زباين وصبتت الشياطين برضو تفسيرين. التفسير الأول قالوا دي المعتاد الإجرام من الجن ما في معتاد الإجرام زي ما نحن عندنا معتاد الإجرام من بني آدمين والحرمية الصغار هذه المعتاد الإجرام من الجن دي اللي تكتفوا حقيقة عشان ابتهاجا بهذا الشهر ده تفسير. التفسير الثاني قالوا معنى صفدت الشياطين استعارة معناته معتد الإجرام من الجن من كثرة الناس مقبلين في شهر رمضان على الطاعة والعبادة كانوا الشياطين دي لصبح خالين شغل ما عندهم شغل لأن الناس مقبلين على الطاعة. سبحان الله. طيب نأخذ معنا كباشي من أم بادر. مرحبا يا كباشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم ودكتور على خير. انت على خير ان شاء الله. تفضل. انا بزعل من الفطره فتره هذا العام. الفطره؟ ايوه وبزعل من ثاني الانسان اللي عنده سكري وفاطر هذا الفطور اللي بيطلعه ده ادي عليه والله ادي كل نفر على حاله. تقصد الفطور اللي بيطلعه في الدره يعني للناس يعني يفطر معاهم؟ ايوه بيطلعه مع الناس. ايوه هل يكفي للكفار؟ ايوه وجزاكم الله خير وربنا يجعل بركه فيكم ومولانا الشيخ يا رب العالمين. كثر خيرك يا كباشي. شكرا لك. اها اللي هو طبعا بيسال من الفطره. الفطره اللي هي 60 جنيه الفطره اللي بنطلعها لي عن الاسره اللي بيطلع عن نفسه وزوجته واولاده وبناته دي اسمها فطره الصيام اللي هي نطلعها دي 60 جنيه النفر. اما الفديه الفدية اللي هي زول عنده سكر عنده كل ما بيصوم يطلع الفدية والفدية دي انه يطعم 30 مسكين بعدد ايام رمضان. رمضان طلع 29 يطعم 29 طلع 30 يطعم 30 ومقداره 35 جنيه اليوم الواحد. يعني لابد يوزع على 30 نفر ما يديها لنفر واحد. اخونا قال انه بيشيل له صينية كبيرة او صينية مع صينيته يطلعها في الشارع للناس يفطروا. طبعا دي الصينية دي قد البكلوها دي الناس شبعان قد يكون من الجيران ناس يعني مسؤولين الحال. وربنا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لابد الفدية دي تديها لمسكين. أيوه. النص بيقول شنو تمليك كل مسكين نصف طعام من نصف تمليك كل مسكين نصف صاع من الطعام. شوف كل مسكين دي كلمة كلمة مسكين دي يعني لابد البندول في دي يكون محتاج مسكين فقير اي ما ندالي غني
لا ممكن انا اعزمه معايا يجي يفطر في البيت يشبع؟ لا بتعزم ده صاحبك زميلك في الشعب، لا الشغل مسكين. لازم ارتب مسكين. انت بدل ما تعزم بيت يمكن انت تاكل فول وما بياكل فول. ايوه هدي راحته يعني. هدي راحته ادي قروش ب 35 جنيه يمشي اكبر بيت. نعم. طيب معانا ام اسيل. 35 جنيه يمكن يشتري بها حاجات لولاده. نعم. طيب معانا ام اسيل من دنقله، مرحبا يا ام اسيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك، الله يبارك فيك، تفضل يا ام اسيل. انا بسال الشيخ، انا عندي ابوي وخالي لهم 3 سنة متخاصمين. ابوكي وخالك؟ هاي متخاصمين. متخاصمين لهم 3 سنة. بيجوا يصالحوهم ثاني بيرجعوا يشاكروا لحد متخاصمين، وبيصوموا رمضان وكل واحد ما بيصير بيت الثاني. طيب انا عايز اسال الشيخ يعني. جدا. تاني في سؤال؟ لا شكرا لك. شكرا يا ام اسيل. اظن السؤال ده في كل حلقه بيجينا سؤال زي ده. والمساله فيها مخاطره. وابوه ناس كبار صايمين ومتخاصمين ومتقاطعين. يعني دي يعني حي نصيحه للاخوان المتخاصمين دي في هذا الشهر الكريم. انسوا الماضي وافتحوا صفحه جديده وصالحوا يا اخي وتعافوا وسامحوا. لان ناس انتوا كبار وقربتوا، شوف ابوها معناته ما ده ابوها معناته ده دول فات 60 سنة. والفات 60 سنة خلاص واقف في صف الموت، معناته في اي لحظه يتوقع الموت يجي. النفرين دي توقف في اي لحظه. لو رحلوا هم متخاصمين الاثنين حتما حيدخلوا النار. لانه الصادق المصدوق قال عن عبد الله بن جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح البخاري ومسلم. طيب هو أي زول هو خاله وابوه خاله عندهم قرابه في احتمال ان احنا نخلي القرابه، ما هم في قرابه، قال خاله وابوها. أي. خاله ما في قرابه يعني. حتى نسب قرابه نسب. المهم ان فرين ديل اذا ما لحقوا او غيره اي ناس متخاصمين متقاطعين مسلمين جيران ارحام او مسلمين متخاصمين ما صالحوا حيدخلوا نار جهنم. لا يدخل الجنه قاطع رحم. والآية قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعيد لنزال شديد للناس المتقاطعين الأرحام. يبقى نصيحة نمرة واحد، أخواننا ديل إن شاء الله أبوك وخالك ديل يكونوا سامعين كلامنا ده يلقوا الصالح. نمرة اثنين، أخواننا الناس ديل الخال واللبو ده ما عندهم قرايب، شايفينهم مثلا 3 سنة متخاصمين ما تكونين كل لجنة يا اخوان. قال هم بيصالحوا، اديني فرصة عليك الله شوي. كونين كل لجنة من 3 تنفار 4 تنفار يمشي للنفرين ديل يجمعون في بيت محايد لا بيت ده لا بيت ده. يناقشوا معاهم سببكم شنو ما تخليكم رجال كبار 3 سنة متخاصمين. في 3 سنة دي ما حنا قلوبكم لبعض متخاصمين متغاطعين، يدون هرشة زين في النهاية إن شاء الله بهرشة قوية من ناس قويين كده يصالحون مع بعض. ده المطلوب يا إخوان. طيب فيما قالت إنه بالصالح برجعوا تاني بيتخاصموا يعني كثيرين الخصام، كثيرين الخصام. هذا زي ما قلت معناته القلب خلاص تغت. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأنه زول لما يصالح ويرجع تاني يخاصم تنطبق عليه الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم. إن شاء الله ربنا يهديهم. أي اللعنة معناته الطرد من رحمة الله وراني تغت. ربنا يهديهم. ناخذ آخر مكالمة معنا من الجزيرة، عائشة. مرحبا يا عائشة. ألو. يا مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنت إيه؟ الله أكرم يا عائشة، تفضلي. أنا بسأل الشيخ عن الاستتراح من نهار رمضان. عن شنو؟ بسأل الشيخ عن الاستفراغ من نهار رمضان. الاستفراغ، أيوه. أيوه. طيب. الاستفراغ من نهار رمضان. خلاص خلاص سمعناك يا عائشة. ومعاك أمي برضه دارت تسألك. ايوه سريع لكن عشان زمن البرنامج خلاص قرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا ابو بكر مبيض؟ كيف حالكم؟ الله يفتح عليك، تفضل يا حجه. رمضان كريم عليكم. الله اكرم. انا بس عن من اخوات بناتي وابو مستقعات 3 سنة لا مبروك لاولادها لا مبروك لعيد لا مبروك لعيد
واحدي تلقى قطه في البيت تقطع على الحكومه. جزاك الله خير. حتى لو كده هلا ذات الام ولو هي جات قطه ما تاخذ عليها. شكرا جزيلا. انا لا لا مش لازم تقول عليك شوفوا علي خلاص. تقول شنو؟ خلاص الشيخ يرد لك لانه زمننا خلاص ضايقنا. سؤالين، سؤال عن الاستفراغ وبرضو اخوات متقاطعات. الاستفراغ ما بدخل الجول دخل اصبع في حلق وتعمد الطراف صيامه بطل. نفسه غلبته بدون ما يدخل اصبع في حلق وطرش يمصمص خشم تفي مرتين ثلاثه وصل صيامه صحيح. قالت اخواتها اثنين متخاصمات. نحن قلنا قررنا قطيعه الرحم اخواننا حرام من الذنوب الكبائر. والحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، والحديث ده في صحيح البخاري ومسلم. أي الزول بيموت مخاصم زول من أهل ما بيدخلوا الجنة. طيب الناس ديل بيصلين ويصومين ومتقاطعات، هل عمل ده يروح ساكت؟ عمل ما بيروح ساكت، لكن حتما يدخل إن النار يخدم جزائهم في النار. ما معروف يقعد زمن قدر شنو بسبب شنو، ما عندهم أي ذنب غير إن الاثنين ديل متخاصمات. والخال والأب داك برضو ما عندهم أي ذنب، بس الاثنين بس ذنب القطيعة الرحم دي بسبب القطيعة دي يدخل نار جهنم. جهنم دي نعوذ بالله منها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ناركم هذه التي يقعد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم، يعني نار جهنم حرارات تقعد نار دي 70 مرة. ونحن نخد الحلة فوق البتيان يبقى الزول بيدخل النار مش يقعدوك في صلبه في النار كده بس، لا يدخل جوا النار زي السمك جوا البحر تحت جهنم فوق جهنم من جميع جهات جهنم، لا يحيى لا يموت يتعذب فيها. شوف المنظر ده، يعني نصيحة لإخواننا المتخاصمين المغضبين ديل نيل النار. جدودنا كان بيقولوا نيل النار، الحقوا نفسكم اصالحوا، لأنه كلهم متوا وانتم متخاصمين معناته ما حتدخلوا الجنة مع الفوج الأول مهما عملتوا من الأعمال الصالحة. جزاك الله ألف خير شيخنا الجليل على هذه الإجابات المفيدة للسادة المشاهدين. انتهت حلقتنا لهذا اليوم في برنامج فتاوى، غدا إن شاء الله لقاء جديد مع صحبة شيخنا الجليل دكتور محمد أحمد حسن. مشاهدينا الكرام، كما يقول الشاعر أوصيك خيرا بأيام نسافرها في رحلة الصوم يحيى القلب نشوانا، فأول الشهر قد أفضى بمغفرة وبئس الخلاق إن لم نلقى غفرانا، ونصفه رحمة للخلق ينشرها رب رحيم على من صام حسبانا، وآخر الشهر عتق من لهائبها سوداء ما وفرت إنسا وشيطانا. نعوذ بالله من النار. ونلتقي بكم إن شاء الله مشاهدين الكرام غدا في حلقة أخرى من هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.